عبر الهاتف من الموصل ينضم لنا اللواء الركن جبار الدراجي قائد الفرقة 16 التابعة للساحل الأيسر في الموصل. سيادة اللواء مساء الخير، أهلا بك معنا. 85% من حي الزنجيلي في الموصل تم تحريرها، القوات إذن على مشارف المدينة القديمة للموصل بحسب ما وصلنا من أنباء. ماذا يجري بالتحديد على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لكم ولمستمعي قناتكم الكريمة. أن القطاعات الآن في الموصل هي تتقدم باتجاه آخر أهدافها إن شاء الله، ومثل ما ذكرت أنه الآن هم يستخدمون البشر كفروع بشرية للمواطنين، وقاموا بالسيطرة على المدنيين بحجزهم في المنازل ويستخدمون سطوح المنازل والبنايات العالية، وإن شاء الله القطاعات نتجه باتجاه هذا الشيء التحرير يكون بأسرع ما يمكن إن شاء الله. طيب حي الزنجيلي عندما نتحدث بأنه 85% منه تم استعادتها، تم تحريرها، كيف سيساعد ذلك في سير العملية على الأرض، أو أهمية ربما ماذا سيغير فيما يجري؟ أنا بالنسبة للأعداد اللي خطت معي نقدر، لكن هم عندهم هذه الأساليب واستخدموها قبل كم يوم، قاموا على قتل مجموعة من المدنيين كانت بها أطفال ورجال ونساء، فعندهم هذا الأسلوب واستخدموه نعم في منطقة الزنجيل. نعم، طيب سمعنا بأنه داعش استخدم ممارسات عدة لعرقلة التقدم، تقدمكم، تقدم القوات العراقية، بتفخيخ السيارات، بوسائل عدة، كيف تواجهون هذه التخبطات الأخيرة لداعش؟ نعم، يعني كل الاساليب داعش اللي استخدمها قطاعات مستعده لمواجهتها سواء من العجلات المفخخه او الانتحاريين او القناصين، وكل الاساليب اللي يستخدمها لعمليه التمويه والغش ايضا معروفه لدى قطاعاتنا، فالامكانيه عاليه ان شاء الله، والهمه والمعنويات عاليه من قبل المقاتلين باتجاه عمليه داعش مع ما يكون يستخدمه الحين الغش والتمويه بعملياته. أشكرك على هذه المداخلة، إذن اللواء الركن جبار الدراجي قائد الفرقة 16 التابعة للساحل الأيسر في الموصل، كنت معنا عبر الهاتف من الموصل.